huile 100% arachide, c'est notre huile. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى صدق الله العظيم وَنِمْ جِنَا لُكُنَا بِخَطَفَ كِنَا دَا شِنَا مَدَارِسْ كَتِّرِ فِي الْجَمَيْنَ قَدِينَ وَفِي الْجَرْقَامُ وَطُوْيَا كِنَا الْحَسَنْ كُنَّا نُسُولَ بَقَمْنَا يعني وَرَدَ أُنُفْ كَتِّرِ فِي المدارس والناس يعني الطلاب ما يحترموا المدرسين والطلاب والبنات وكل مشاكل كثير وكنا يعني نشوف مدرسة وينو من المدارس كل ده كان مشينا وورينا الكلام حقنا ده منهم هم يقوم يمشي قدام ده وين في ده أنا بنفسي بس الرئيس يا هم يشاغلوا هنا أنا قلت أول ما مشوا مدرسة أنا بون التنظيم ده أول أنا مشيت فوقها وناس منظمين وكل منهم ألم وكلام كثير أنا منهم هم ده يمشي بعيد والله صراحة يعني ما وريت اللي تصفوا لي ده الكلام أنا نعرفه بس وريته وده أنا نقول هنا ده رسالة من مكاننا هنا ده كان أرقته ده أي نادو يمشي في البيت والأخوان والناس الرفقان أنا المدارس الآخرين وأي مكان يمشي يعني هو ذاته كي يكون يعني أمباسادير يعني سفير أنا الآفي والسفير أنا الطلاب اللي إنهم أدب والمنظمين ويحترموا المدرسين ويحترموا الأباء ويحترموا الأخوان والطلاب الآخرين ويعني هم بالتوية هم رقم واحد ده دول تبقوا تقولوا الإكزامبل مش راسي يقولوا بالفرنسية ده كان ناس يقولوا كلام ده شنو ويعني اليوم في جميلة ده يعني الراب تبين ما تبين بحين بس اي ما نبين يوسي في جماعتك عندنا اليوم قطعنا كيف يوسي الله ويوسي الرسول يعني ما عندنا ممكن نقول يعني في الوسيلة عندنا ما زيارة من نقول كنت أقول شغل وعندنا تقول زيارة من عندنا وفي أرض وعندنا كنت تقول زيارة من هكي نقول فيه أي موايد يعني بعدين يكون يدور يبقى نار كبير يدور يبقى سفير يدور يبقى هو مدرس يدور يبقى رئيس يدور يبقى كل شيء واللازم يعني احترام ولا تربية ده يعني يكون من مدرسة هنا ده كان داس كل سؤال هو أنت صار أقول أي من أنا كان مرة من هنا ده رسالة دخلني ودي جدا أول تعرفون كل قبل شيء أنا بريت الناس على آخر يقول يعرفوا بعدين أنت كان بعد كان تمت الدراسة لا تعرفوا يعني كيف المدرس يعني ايه يا شنو تقدر تعرفوا بعدين انتوا لازم تكونوا مدرسين يعني سبحان الله شنو اصلا نار يرفع سكين يمر له المدرس اللي يطلع شنو من يمينه اول بلوك يعني اكيد كله انا نعرفه يقول لك مدرس انا ده هو ابو الثاني اول اكون ابو الاول عشان كان زياره ما من كل يوم قاعد مع خمسه ساعه سته ساعه ما كان ده المطلوب من المدرسين كلهم يكونوا اكزامبلير ويوصلوا يوصل كثير وانتم يعني قدرة نقرأ كل التصوف كل الرسالة لكن الرسالة لكن هنا قاعدة من هنا من المدرسة أنا أقول يكون في أي مدرسة أنا شاد تحية الإسلام الخالدة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن نرحب بالإخوة جمعية أبناء توماي لزيارتها لهذه المؤسسة هذا باسمي وباسم الطاقم الإداري وباسم هيئة التدريس بهذه المؤسسة وباسم الطلبة والطالبات المنسوبين لهذه المؤسسة أشكركم جزيل الشكر لتقديركم لهذه المؤسسة وهي المؤسسة التي اخترتموها في الأنشطة أول مؤسسة تزوروها هذا فخر وامتنان واعتزاز لنا عننا جدا وفي هذه الصبيحة أيضا نشكر جميع الإخوة ونشكر المنسق يحيى الذي نسق هذا الحدث ونشكركم جزيل الشكر باختياركم لهذا الموضوع الحساس الذي يتداور حول كل مواطن تشادي وحول كل مثقف تشادي وحول كل طلبة المنصبين في الجامعات وفي السنوات وغير ذلك. حقيقة محاربة الأنف في المدارس هذا الموضوع الحساس الذي نعيشه في شهر تشرين الثاني نوفمبر ونتمنى من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله رسالتكم توصل لجميع طلاب المدارس العربية سواء في العاصمة جميعا أو خارج العاصمة ولا أطيل بكم الحديث نظرا لضيق الوقت نتمنى لجمعية
أبناء توماي إن شاء الله الأنشطة والبرامج والنشاط الذي تقدموه في هذا المشروع. نتمنى لكم جميعا التوفيق والسداد من رئيس الجمعية حتى آخر عضو لهذه الجمعية. وأقدم شكري وامتناني لجميع الطلاب الذين حضروا لهذا البرنامج، ونتمنى من كل طالب منصوب سواء لهذه المؤسسة أو خارج هذه المؤسسة هذه الرسالة توصل ويوصلها لأخوانا اللي هم لم يكونوا منصوبين لهذه المؤسسة. العنف داخل المدارس هذا لا يؤدي لرسالة السليمة أو لهيئة أو للنهج التعليم أو النهج العلم. فنشكركم جزيل الشكر.